ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الإنجاز الحقوقي، يسرنا أن ينضم إلينا هنا في استوديو مركز الأخبار المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساء الخير وأهلا بك أستاذ علي في نشرة الأخبار. بداية نبارك لكم ولنا هذا الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين للعام الخامس على التوالي، كيف تقرؤون هذا الإنجاز؟ أولا نبارك لشعب البحرين وإلى مملكة البحرين على هذا الإنجاز. هذا الإنجاز أتى بشكل طبيعي ونتيجة إلى طبيعة المجتمع البحريني نفسه، وأيضا إلى الرؤية الثاقبة إلى جلالة الملك وإلى الإرادة السياسية القوية لتحقيق هذا الهدف. وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة من حماية حقوق الوافدين والعمالة العاملة في داخل المملكة. كذلك ليس الوصول فقط، وإنما المحافظة كما قلتم إلى السنة الخامسة على هذه المرحلة اللي وصلت فيها البحرين. طبعا هذا لم يأتي من الفراغ، وإنما من وضع تشريعات، هذه التشريعات والنظم واصلت عبر إعادة المراجعة إليها. طبعا أنتم ذكرتون في التقرير ما هي هذه الخطوات، خطوات كبيرة، منها وجود وحدة نيابة خاصة، وأيضا محكمة خاصة، وأيضا صندوق لجبر الضرر. إضافة طبعا إلى الشيء المهم الأساسي، هو تثقيف المجتمع وتثقيف العاملين على حماية هذه الحقوق إلى العمالة الوافدة في البحرين. نعم، هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بوجود تنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الملف هنا في البحرين. لو تحدثونا قليلا عن هذا التنسيق الذي تم والخطوات التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الإنجاز. احنا طبعا التنسيق هو أساس اللي أنا ذكرت، موضوع مراجعة التشريعات. مراجعة التشريعات هذه هي تأتي من عبر التنسيق، وبالتالي في نقد إلى الإجراءات القائمة وبالتالي تطويرها. لا يمكن أن يكون في عندك تطوير دون نقد ودون مراجعة، وهذه لا يمكن أن تكون من جهة واحدة، وإنما من المنظومة الكلية إلى حماية حقوق الإنسان في البحرين، وبالتالي المنظومة اللي حماية العاملين، العمالة الوافدة في البحرين. نعم، ما هي المعايير التي يعتمد عليها هذا التقرير ليحدد الإنجاز، نسبة الإنجاز التي تصل إليها الدول؟ هل ممكن أن نتكلم أكثر عن على ماذا يركز؟ طبعا يركز على الإجراءات المأخوذة، يركز على الحماية الأساسية من عبر التشريعات. يركز اليوم البحرين مثل ما قلت أنا أن أصبح عندنا محاسبة المتورطين في الجرائم الإتجار بالبشر، عندش دعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز تداعياتهم النفسية والاجتماعية، يعني جبر الضرر. نعم. وتكلمنا طبعا إن إنشاء نيابة للإتجار بالبشر وإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، إنشاء مركز إقليمي للتدريب اللي تكلمنا عنه، تعزيز الوعي المجتمعي اللي هو أساس من أساسيات الوصول والوقف أو التطور أيضا، بحيث أن نحافظ على هذه الدرجة اللي احنا وصلنا إليها. نعم، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لك.